طائرات ركاب بدون طيار، زي ما شفنا وسمعنا طيارات بدون طيار، دلوقتي بنتكلم على طيارات بدون طيار مدنية. هي كانت دايما طيارات عسكرية، شفنا بكده نماذج كتيرة لطيارات بدون طيار عسكرية. دي حجم اقتصادها كبير جدا، يقرب من نص تريليون دولار، حوالي 400 مليار دولار سنويا. دلوقتي الطيران المدني، في كلام ان الطيران المدني هيبدأ فعلا يتم إعادة هيكلته، والطيارات اللي جاية تكون طيارات بدون طيار. طب الطيار هيبقى فين؟ هيبقى قاعد تحت على الأرض، قاعد في المطار أو في قاعدة جوية على الأرض. الطيارة بتطلع، هو سيادته قاعد على الأرض بيحرك الطيارة من فوق، يشوف كام قدم، ينزل كام قدم، يسرع، يبطأ، يمين شمال، لغاية ما ينزل المطار اللي هو رايحه. يعني الطيار مش هيركب معنا الطيارة، هما هيوصلنا الطيارة مع السلامة انتوا، يقعد هو تحت على الأرض يتابع بقى الطيارة ويديرها وهو على الأرض. طبعا ده نفسيا خطير جدا، لأن برضو انت كراكب طيارة طالع الطيارة، الناس أصلا اللي بتخافش أساسا، اللي بيخاف هو يقع لوحده، لكن اللي بيخافش أو الراكب الطبيعي هو قاعد في الطيارة مطمن إن في بشر بيقود الطيارة، وإن في طيار حياته من حياتنا، ولازم يخاف علينا عشان هو أصلا خايف على نفسه. طب لو الطيار أصلا بعنا وقعد هو تحت وطلعنا لوحدينا فوق من غير طيار، وهو بيقود وهو بقى تحت، لكن حياته مش في خطر زي لو كان هو جوه الطيارة، نفسيا صعب. إنما حاليا بيجري فعلا الإعداد لطائرات ركاب مدنية بدون طيار، كما رصدت محطة CNN الأمريكية. بينما تحلق هذه الطائرة بشكل اعتيادي فوق بريطانيا، يجلس داخل قمرتها طاقم متدرب وكذلك ركاب في الخلف، ولكن هنالك شيء غير عادي في هذه الطائرة، فالطيار لا يجلس بداخلها بل في قاعدة جوية يتحكم بها من الأرض. وهذا هو مشروع أستيريا الذي كلف 94 مليون دولار وتديره شركة الفضاء البريطانية، حيث يشكل أحد أبرز الجهود في العالم التي تبذل لتطوير الطائرات المدنية التي يمكن تسييرها عن بعد. وجذب النجاح في مجال الطائرات العسكرية المسيرة عن بعد الأنظار لضرورة بذل المزيد من الجهود لإدخال هذه التقنية في الطائرات المدنية لقيادتها خلال الظروف الصعبة، مثل عمليات البحث عن الأعاصير ومكافحة حرائق الغابات، في حين يقول محللون إن الطائرات بدون طيار يمكن أن تشكل تجارة عالمية تفوق 400 مليار دولار في العام. ولكن لماذا لا تستخدم في طائرات الركاب؟ السبب الأول، يحظى قطاع صناعة الطيران بسجل سلامة ملحوظ رغم العديد من الكوارث البارزة، ويعتقد الكثيرون أن وجود الطيارين على متن الطائرة هو الطريقة الأكثر موثوقية للتعامل مع المشاكل، وكذلك التعديلات والتحديثات لأساطيل الطائرات التجارية سيكلف مليارات الدولارات. والسبب الثاني هو عدم جهوزية الركاب لمثل هذا الأمر. أبدأ بالتساؤل، كيف سأشعر عند دخول طائرة ليس فيها طيارين؟ وأود أن لا أفعل ذلك.